مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في برنامج احمد توك وحلقه جديده، ومعنا اليوم الفنان مختار طالب. مساء الخير مختار. اهلا وسهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله. اوكي مختار، خليني ادخل معك مباشره بالاسئله. هل تتعرض لمضايقات انت كفنان؟ والله بصراحة يعني أنا لما أطلع أتعرض لمضايقات من قبل المعجبات بالسايبات والازدحامات. لا لا لا، ما خصني بالسايبات ولا بالمعجبات، أنا أقصد المضايقات من السلطات خارج إطار الدولة. يعني قصدك من أسافر هواي يصورون وياي هم تاني يضايقون الجمهور؟ لو سمحت، أنا ما بدي أتكلم عن سفرياتك، أنا بدي أتكلم عن السلطات يلي ما بتعترف بالدولة. يعني هل تتعرض لمضايقات؟ ما أدري، ما أدري. ليه ما بتعرف؟ بصراحة ما أعرف، لأني ما أدري. أوكي، في سؤال ثاني مختار، ما هو رأيك بحقوق المثليين في العراق؟ يعني هم مثليين. شو؟ هم مثليين. هم مثلي. أوكي أوكي، ما هو رأيك؟ إحنا ما أدري، ما له علاقة بهم. أوكي، بس بدي أسمع جوابك. يعني ضروري يصير له علاقة بهم؟ ما له علاقة بهم. اوكي مختار، اوكي هل انت، هيدي فقره مهمه، هل انت مع او ضد تعدد الزواجات؟ والله بصراحه انا ما تزوجت ولا مره، يعني منين اجيب لك هسه جواب؟ اوكي لا تتزوج، يعني هيدي حريه شخصيه، بس انت هل مع ان الشخص يتزوج اثنين او ثلاثه حتى في اربعه؟ استاذ احمد منين اجيب لك جواب؟ ما متزوج، يعني شو مدريني يعني شلون؟ اوكي بس لازم تقول لي، يعني هل انت مع التعدد ام لا؟ يعني مع انه نشوف سؤال اخر. شو؟ مع نشوف سؤال اخر. نشوف سؤال اخر. هيك يعني هيك بالعراقي نقولها. اوكي بس انا كان بدي اعرف قناعاتك الشخصيه بهذا الموضوع. لزقت يعني؟ ما اعرف يعني. شو لزقت؟ هيك بالعراقي يعني طشت. اوكي بالنسبة للعلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة الشخصية يعني بين الرجل والمرأة، يعني هل أنت مع تدريسها في المدارس؟ والله بصراحة أنا يعني مع تدريسها، لكن إذا درسناها شلون يمتحنوها؟ أنا مخصني مختار، هل أنت مع تدريس هذه العلاقة أم لا؟ يعني هي إذا تفيد المعدل زينة ليش لا؟ أنا مخصني بالمعدل، يعني أنا بدي أعرف رأيك شو هو. ما أدري والله، ما أدري يا أستاذ أحمد. ما تدري. أوكي بس أنت لازم تجاوب، يعني بدك تسألني أسئلة أكبر من يعني من ثقافتي، يعني مين أجيب جواب؟ أوكي مختار، ما هو رأيك بالإلحاد في العراق؟ الإلحاح، شوف أنت سألك شاعت لح. لا، أنت دتلح، هو أنت هساس كلش مهم. لا بليز مختار، أنا ما خصني بالإلحاح، أنا بتكلم عن الإلحاد، لازم يكون لك رأي بهذا الموضوع. يعني هو شو يعني الإلحاد؟ يعني مادة ولا يعني فصل من فصول السنة ولا شو؟ ما بتعرف شيء عن الإلحاد؟ ترى أنا جوجل ما ندله وين، ما أعرف. أنا صح فنان بس ثقافتي بسيطة حيل. يعني ليه ما تبدأ جوجل؟ أنا فنان، جمهور يدنا غني، مو أحكي لك على الإلحاح ومدري شنو. بس في كتير من جمهورك بده يعرف. خليني أغني، الله يخليه خليني أغني. خلاص في عنا وقت أغني، بس أنا بدي أعرف رأيك في هذه المواضيع. أنا بدي أغني. يعني بدك تغني؟ أيوة. فينا نسمع شيء؟ ويلا. أوكي شكرا جزيلا أستاذ مختار. يعني خلاص أعطيتك وقت. ما حبيت الصوت؟ لا شكرا، أنا حبيت الصوت. أعطيني فرصة تانية. قصدك شو بدك تغني؟ يعني للبصرة، طارش، رحت للبصرة. طارش شو يعني؟ طارش للبصرة. هاي للبصرة المدينة. نيل الكوت، هاي النجف، هاي الكوت، هاي دي. أوكي شكرا جزيلا. بس بدأ هيك يعني للبصرة، يعني بحركة في جسمك. أوكي شكرا جزيلا أستاذ مختار، يعني أنا بشكر مجيئك هوني للبرنامج، وأتمنى أجوبتي كانت وافية. يعني بصراحة يعني ما استفادينا أي شيء، يعني كان في بالي أنه نطلع بأجوبة مهمة يعني عن الأمور. شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا للمتابعين. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أحمد توك، مع نفس الأسئلة القديمة ونفس هيدا القميص. شكرا جزيلا. مايو تي في، تابع اللي تريده، شوكة ما تريد ووين ما تريد، كل ما عليك هو الدخول على www.utviraq.net وتسجل بالموقع الإلكتروني وتستمتع بكل برامجنا. شوكة ما تريد ووين ما تريد.